بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء الجبهة السلفية مع فضيلة الشيخ أشرف منعم أحد شيوخ ورموز الجبهة السلفية بمصر. بنرحب بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضرتك. شيخ أشرف حضرتك إيه سبب النزول بالظبط النهاردة من قبل الجبهة أولا؟ النزول طبعا اولا مش النهارده، الجبهه السلفيه مشارك اصيل في الثوره من ايامها الاولى، وده يحتم عليها انها تنزل النهارده للمحافظه على مكتسبات الثوره اللي نزلت فيها من ايامها الاولى. طيب يعني افهم كده من حضرتك اللي الناس اللي بتقول فين السلفيين، فين الاتجاهات السلفيه، كانوا فين اللي حضرتك بترد عليهم دلوقتي بتقول لهم ان حضرتك كنت موجود من اول يوم. طيب حضرتك تحديدا بدايه الجبهه السلفيه كانت امتى وايه هي مكونات الجبهه السلفيه؟ انا ما عنديش تاريخ معين بالرقم يعني، لكن في الايام الاولى من الثوره احنا نزلنا وتواصلنا مع غيرنا من اخواننا من الكتل السلفيه الموجوده في اكثر من محافظه، هنا في القاهره كانوا في الميدان وفي محافظات اخرى متعدده، نزلنا كلنا وشاركنا الشعب في ثورته المطالبه بالحريه ورفض الاستبداد والظلم والطغيان اللي حصل في عهد حسني مبارك. ديت البدايه وده التكوين اللي حصل واعلنا عنه في المشروع التاسيسي، ان هو جمع لهذه الكتل الفاعلة والمؤثرة وذات الخيارات القوية المتفاعلة مع الشعب والمنتمية للأمة والرفض للظلم والطغيان. طب حضرتك يا ريت بس تحدثنا عن بعض النشاطات اللي عملتها الجبهة السلفية في الفترة من بداية تكوينها لحد النهاردة 16/9/2011. يعني حضرتك صعب ده في اللقاء، لكن اقدر احيل حضرتك على الموقع. احنا تفاعلنا مع جل الاحداث السياسيه الموجوده، نزلنا عدد من البيانات، شاركنا في مختلف الفعاليات السياسيه، بل اقدر اقول ان احنا انفردنا بنزول قوي وممتاز اثناء رمضان الماضي في 8 محافظات لرفض احد الالتفافات ايضا اللي حصلت على مكتسبات الثوره، وهو اعلان الدكتور علي السلمي عن وثيقه المبادئ الحاكمه للدستور. حضرتك نزلت في 8 محافظات. الحمد لله رب العالمين. هل حضرتك ترى يومها ان هذه الوقفات نجحت وادت الاهداف بتاعتها؟ طبعا هي ادت النجاح المطلوب في لحظتها، لكن انا بقول ان النجاح لازم يحصل من الشعب كله، لا نجاح الا بالشعب كله، لا نجاح الا بالالتحام بالجماهير، لا نجاح الا بالنزول والضغط المطالبه بالحقوق، الحقوق تنتزع ولا توهب هبه. طب رؤية حضرتك للنهاردة سواء إذا كان للأعداد أو لموقف الناس أو للي احنا شايفينه النهاردة في ميدان التحرير؟ أنا سعيد بالعدد اللي موجود، طبعاً اللي بيقارنوا ببعض المليونات الكاسحة يمكن مش زيها، لكن مع تحفظ كثير من القوى السياسية والإسلامية ده بداية لنبض شارع قابل إنه يتفجر أكثر لو حصل تمادي من المجلس العسكري في فرض قيود على الحريات. أنا في أثناء مسيري في بعض جنبات هذا الميدان النهاردة لقيت بعض دعوات من الناس بتقول ان هما بيطالبوا بتنحي المجلس العسكري فورا، هل الجبهه مع هذا التوجه ولا لا؟ لا طبعا احنا بنرفض التوجه ده، لان ده توجه فوضوي وعبثي، ازاي البلد يتنحى منها المجلس العسكري وبعدين تمشي ازاي بدون اداره؟ لكن احنا بنطالب المجلس العسكري انه يفي بالتزاماته وفق جدول زمني واضح ويسلم السلطه لمن يختارهم الشعب. يعني حضرتك ترى ان لابد وضع جدول زمني محدد للمجلس العسكري يسلم السلطه للشعب، بس ده بعد بناء مؤسسات الدوله علشان البلد ما تعيش في حاله فوضى، هل هذا الفهم صحيح؟ حضرتك ايه المقصود بمؤسسات الدوله؟ الوقت ليس وقتا طويلا، احنا في عندنا جدول موجود لازم يلتزم به، انتخابات مجلس الشعب، مجلس الشعب يفرز الهيئه التاسيسيه اللي تكتب الدستور، بعدها يحصل عندنا انتخابات رئاسيه، ينتخب رئيس الدوله، كده اتشكلت مؤسسات الدوله، وقتها احنا هنشكر المجلس العسكري على الدور اللي قام بيه في حمايه الثوره والشعب. نديله جواب شكر يعني؟ مش جواب شكر بمعنى نهايه خدمه، لكن جواب شكر وحب وتقدير للدور العظيم اللي هيبقى قام بيه، لانه كده هيفكرنا بشخصيه قامت بدور زي دوت ويمكن منسيه، الفريق عبد الرحمن سوار الذهب في السودان عمل ثوره عسكريه وقدم السلطه بعدها للمدنيين وقايم بدور خيري، وانا قابلته شخصيا، شخصيه اجمع كل ما التقى بيها على انها شخصيه مهذبه ومحترمه وراقيه جدا. احنا عايزين يبقى عندنا في مصر نموذج ليس اقل من نموذج الفريق عبد الرحمن سوار الذهب في السودان، واظن الشعب المصري مش اقل من كده. طيب كلمه اخيره حضرتك توجهها للشعب المصري من جهه والمجلس العسكري من جهه. طب خليني اعكس، ابدا بالمجلس العسكري. المجلس العسكري انا بقول له ان انت ما خدتش من الشعب شيك على بياض، الموافقه والدعم اللي خدتهم من الشعب مشروطين بالالتزامات اللي قطعتها على نفسك، المحاوله المتكرره للانسحاب من هذه الالتزامات او فرض قيود او رجوع للوراء لن تعيد الوضع الى الوراء، الشعب
اللي عرف طريقه الى الحريه لن يستكين مره اخرى بسهوله. انا اتمنى من المجلس العسكري ان يؤدي احسن ادواره، وده اللي احنا نرجوه ليه وندعوه انه يقوم بيه. بالنسبه للشعب المصري، انا بقول الشعب هو اللي صنع الثوره برعايه ربانيه ودعم رباني كبير، والشعب لابد ان يبقى هو الرقيب على هذه الثوره. الشعب ما يديش نفسه اجازه، لو الشعب خد اجازه من الثوره اذا قد ماتت الثوره وضاعت مكتسباتها. جزاكم الله خير يا شيخ على هذا اللقاء، نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.